اليوم بدي احكي لكم عن قصه صارت معي اثناء دوامي في طوارئ الجراحه. انا طبيب جراحه وحالات نحن كاطباء جراحه نتعامل مع حالات شوي صعبه، كحالات يعني اللي اغلبها فيها دم، حالات الدهس، حالات الحوادث السير، حالات السقوط وغيرها من الحالات اللي بنواجهها. فحاله من الحالات اللي انا تعرضت لها وصراحه ما بنساها، كنا بيوم باحدى المناوبات، وكانت المناوبه اصلا يعني كانت فيها شغل كثير، وكان في حالات كثير تتراود على قسم الطوارئ، طوارئ الجراحة تحديداً. فحالة من الحالات كانت حالة طارئة، طلبنا لها اللي هو في إحنا عنا جرس مجرس كود بلو، يعني في حالة إنعاش بسرعة، فنزلنا مباشرة على الطوارئ إحنا كأطباء جراحة. وجدنا الحالات اللي نتعامل معها كانت حالتين واصلات عن طريق الدفاع المدني. الحالة الأولى، الحالتين هم مع بعض حالة دهس، هيك إحنا أول ما بلشنا تقييم الحالات الأولي كانت الحالة الأولى وصلت متوفية وما في مجال للإنعاش القلبي. الحالة الثانية كانت بالأنفاس الأخيرة وباللحظات الأخيرة. فاجتمعنا كأطباء جراح وحاولنا قدر الإمكان نحاول نشتغل محاولات إنعاش قلبي لهاي الحالة، ولكن للأسف وإرادة رب العالمين كانت أقوى، انتهت بوفاة الشباب الاثنين وما استطعنا الإنقاذ لأنه كانت واصل بحالة نزيف شديد. أثناء إحنا عملية الإنعاش القلبي لهذا الشاب، إحنا بنتواصل مع الشباب الدفاع المدني نسأل عن الآلية وطريقة الحادث كيف صارت، لأنه هذا بهمنا بطريقة التصرف العلاجي. فبلغونا شباب الدفاع المدني إنه هذا الشاب اللي أنتم شغالين وعم تنقذوا يعني بتحاولوا تنعش فيه هو دعس الشاب اللي وصل متوفي، فحطوا معاه بالسيارة من حالات الروح وبدوا ينقذوا. فأثناء سرعته للمستشفى محاولة إنقاذ هذا الشاب قلبت معاه السيارة وتوفى. مختصر إنه هو توفى وهو بحاول ينقذ الشاب اللي دهسه. كانت القصة كثير مؤثرة علينا، انتهت بوفاة الشباب الاثنين، أثر بنفسيتنا وقتها بالمناوبة. بتذكر بعدها بساعة أو ساعتين جلسنا نرتاح فجلسنا للاستراحة للبريك بعد ما انتهت هاي الأمور. فبقرأ منشور على الفيسبوك أو الأخبار كانت متداولة على الشاب إنه وفاة شاب بعد أن لاذ بالفرار بعد دهسه شاب، يعني إنه الخبر بطريقة مبسطة إنه شاب دعس واحد وشرد وهو شارد بالسيارة عمل حادث وقلب وتوفى. الخبر ما كان أبداً هيك، انصدمنا أكثر بحجم الخبر اللي قرأناه، واللي صدمني أكثر حجم التعليقات اللي أنا شفتها على هاي الأخبار. الناس فجأة بلشت ظلم للشاب، والأخبار اللي والتعليقات كانت الله لا يرحمه بيستاهل فوق ما دعسه وشرد وكانت يعني مسيئة لحرمة الميت. هون أنا حاب أوصل رسالة، وهذا يعني تعلمت درس من هاي الحادثة قبل ما أوجه هذا الدرس أو رسالة للناس، إنه إحنا أولاً يجب علينا أن نتحقق من هاي الأخبار. أنا كطبيب قد أكون بالمعلومة الطبية أقرب للحقيقة وأقرب للصح، دوري مش فقط دوري علاجي، دوري أوضح حقيقة إذا بدي أشوف إنه في إشي ممكن يعمل لبس بالموضوع. فاضطريت وقتها أني أنزل بوست أو منشور على فيسبوك، لاقى تفاعل كثير كبير الحمد لله. خلال فترة قصيرة تغير الخبر وظهرت الحقيقة للناس، ولما الناس عرفت الحقيقة مباشرة ردت فعلها و تصرفها تجاه الحدث كان تماماً مختلف. فهون أنا بطلب من الجميع إنه إحنا نتوخى الحذر ونكون حريصين على نقل الأخبار، وخصوصاً في الحالات اللي بيكون فيها حالات وفاة، لأنه في أهل ميت بيعانوا، في أهل ناس بيعانوا، وما حدا صراحة بهيك الأوضاع بيكون مستحمل أي خبر إنه يكون مسيء أو جارح. والشغلة الثانية بتمنى للجميع السلامة وأخذ الحيطة والحذر، وما بتمنى لكم إلا كل سلامة وصحة.